بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. رب زدني علما، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وأشار بقوله وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصل مكملي. أوشع علي أخير أن يختزل لوصل مكمل. أفرمي نحات منع يعني كردوا، أن يختزل يعني يقتطع كضمير صلة ببريت ولا ببريت شكاتي إن صلح الباقي لوصل مكمل. وتأجر ما باقي كي أصلحا بو أوي بيتا صلي موصولك تواو بيوستي بو ضمير نبيك حذف كراوة نبي أو ضمير حذف كري، چونكي أو كاتا نازاني لي حذف كراوة يا لي حذف نكراوة. سلنا منكات جوان تنبو تاندركوي علي إلى أن الشرط حذف صدر الصلة بمرجرا وكاتي أتوان حذف صدر الصلة كبكين أن لا يكون مع بعده صالحا لأن يكون صلة. أبي مع بعد أو ضمير محذوف الصالح نبي نقنجي بو أوي كبيت الصلة. أجر مع بعد ضمير محذوف كيشهر أقنجاب بي بصيلو جيجي محذوف كبقريتوا أو كاتا علي بروم ممنون نابم توهر بروم اللي بشكينا من شوني توقرم أو كاتا نازانين أو ضمير حذف كراوة يعني كراوة تيكشتي برام. آه كما إذا وقع بعده جملة نحو جاء الذي هو أبوه منطلق، يا جاء الذي هو ينطلق، يا بدوايا جار مجرور يهاتب ظرف جار مجرور يهاتب تامب، جاء الذي هو عندك، جاء الذي هو في الدار، فإنه لا يجوز في هذه المواضع حذف صدر الصلة كهو كي ناب الصدر سلك كهو كي لايبرين. فلا تقول ناتواني بلي جاء الذي أبوه منطلق كأصلكي هو أبوه منطلق بو باش برام بو چونكي ببيه هو كيش أن الكلام يتم دونه كلامك تواو به في اسمان بينيه. جاء الذي أبوه منطلق هو من هرناوي، فلا يدرى نازان لي أحذف منه شيء أم لا اشتكل لا برا ويانا. وكذا بقية الأمثلة المذكورة هم أو نمناني تريشك لسرو باسمان كده هرواي هو كلا بريا لاين بيكسان، چونك ما بعد هو ك أقنجيب أوي بكاملي بتصلي موصول ضمير شتاب قرأته بموصولك باش برام. كواب ناتوان إلي بيليرا دريج بيتو دريج نابتو في النار والسقر باش برام هل ناب إلي بري إيه. ولا فرق في ذلك بين أي وغيرها، آية أو اسم موصولة أي به يا غير أي به فرقناك هر أو صدري الصلي لحذف ناكري باش برام. فلا تقول في يعجبني أيهم هو يقوم، يعجبني أيهم يقوم هو كلابري ناقنجي لأنه لا يعلم الحذف. آية موصولك الذي بي يا أيوب كيف خويتي هر نل نابي لايبرين چونكي بينا زان حذف كراو. ولا يختص هذا الحكم بالضمير إذا كان مبتدأ، إما أتمان لهند شوينا ضميرك وقت حذفك ده أتمان كاتك مبتدأ بيو خبرك مفرد به وما نوت ما علي آلي راك إما باسكين أم حكم تايبت نية بالضميرك وكمبتدأ بيو خبرك مفرد به بالك جاري واهي مبتدأ هر نية ضميرك منصوبة هر نابي حذفكين. بل الضابط بل قاعدي كل من أويا أنه متى احتمل الكلام الحذف وعدمه لم يجوز حذف العائد.
هر كاتي كلامك جنجاو بو اويك بلين ولا اجنجلي حذف كرابي اجنجلي حذف نكرابي ما بعدك صالح بو اوي جاي ما محذوفك بقريتوا نابلي حذفك. وذلك كما اذا كان في الصله ضمير لصلك ضميره غير ذلك الضمير المحذوف جقل محذوفك ضميره ترمان هي وتوان جي او بقري صالح لعوده على الموصول نحو جاء الذي ضربته في داره. ضربته باشا هي ضربته هل مبتدانية هل ضمير مرفوع جنية ضمير مرصوبة ناتو انا بلم جاء الذي ضربت في داره بو شنش ضميري في داره دي سانة وجاي ضميري ضربتهم بو قريتو أجيتو بو موصولك أو كاتب من نازانم ضربتو لي حذف كراويانا دهر به أو ضمير منصوبة هر بلي فلا يجوز حذف الهاء من ضربته فلا تقول جاء الذي ضربت في داره لأنه لا يعلم المحذوف خرون تائر. وبهذا بمدر اجداد الريك وثمان يظهر لك ما في كلام المصنف من الايهام لهند نسخة ابهام لهند نسخة لا من لم نسخة من ايهام لا يوجونا ايهام بلا جوانا لبرأوا لرا درأ كبه او الى كلام مصنف اهبو لإيهام. إيهام يعني يوقع في وهمك يا في وهم السامع. إيهام آوى يعني اشتك أخات وهمته كواجنية كواجنية من الإيهام. شيء إيهامك فإنه مصنف لم يبين أنه متى صلح ما بعد الضمير لأن يكون صلة لا يحذف هركات ما بعد ضميرك جنجاب أو يصل بحذف ناكري أمينود لتشيرون نكردو أما نيود سواء كان الضمير مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا أمينرون نكردو باش برام أو إيهامك أوي إمجاني وسواء كان الموصول أيا أم غيرها أمين شهرون نكردو بل ربما يشعر ظاهر كلامه ظاهري كلامك واعخات الشعور إيموا بأن الحكم مخصوص بالضمير المرفوع أم حكم تايبتا تنياب ضمير مرفوع واجنية ضمير منصوب مجرور شقريته وبغير أي من الموصولات وأم حكم تايبتا بموصول كان تروى جقل أي نخر أي شقريته لأن كلامه في ذلك تنك أو باسكي لسر أمبو لسر ضمير مرفوع بو وموصول غير أي ينبو ليو أم تفريعي كرت أم تفريعي ليو كرت إذن ليرو إيهام وابري كوا مبستي تنيع ضميري مرفوعة ومبستي موصولك كأي النبي واجني ضميري مرفوع مجروري شقريته مجا موصولي أي غير أي شقريته. والأمر ليس كذلك بل لا يحذف مع أي ولا مع غيرها أي بيا غير أي بيا حذف ناكره متى صلح ما بعدها لأن يكون صلة كما تقدم وكرام عن بورت نحو جاء الذي هو أبوه منطلق باش جاء الذي هو أبوه منطلق لرا ضمير مرفوع ويعجبني أيهم هو أبوه منطلق وتالي را موصولك ليك معنى الذي لدوها معنى أيهما عين اشتش فرقني ام جاء وكذا المنصوب والمجرور جاء الذي ضربته او ضمير منصوب ومتصلة بل حذف ناكره مررت بالذي مررت به في داره ضميري مجرور مررت به مررت بالذي مررت به في داره او هنا به ضمير مجرور أو حذف شناكره ويعجبني أيهم ضربته في داره ومررت بأيهم مررت به في داره رونا تائرة أما باسيبو إم جاء عليه
والحذف، وأشار بقوله والحذف عندهم كثير منجلي إلى آخر البيت إلى العائد المنصوب، يعني لعائد منصوبة حذف لا نحو كان زور أو أشكراه. وشرط جواز حذفه أن يكون متصلا منصوبا بفعل تام أو وصف. شرط جواز حذف عائد منصوب أو تاني متصل بمنصوب منصوب بتي بفعل تواو يعني بوصف يكون اسم فاعل مفعول، نحو جاء الذي ضربته وايا آها دويسة جاء الذي ضربته تواينك يعني ضربته في داره أبي وابلة إن وايا أبي أشتكي بو تخديدك إيه. والذي أنا معطيكه درهم، يعني جاء الذي أباي ليته جاء الذي أنا معطيكه جابو معطيكه بو معطيه نية جاء الذي أنا معطيك ظاهر بو مخاطبة يعني أو المخصيبة الذي كيش مخاطبة جاء الذي أنا معطيكه درهم ليس معطيكه أو ضمير شيا أو ضمير مجرورة بو تنت معطيك مضاف ولا ضميرك مجرورة باش برام. وشرط جواز حذفه أن يكون متصلا منصوبا بفعل تام يكميان ضربته منصوبة بفعل كتاب باش برام. جاء الذي ضربته كوابه دوهميان منصوبة ب وصفك بوصف معطيك اسمي معطي اسمي فاعله ده معطيكه يعني معطيك درهم اتواني لي احس فيك فانت اشتباه رونادا عليها اشتقني شويني او ضمير بقريته فيجوز حذف الهاء من ضربته فتقول جاء الذي ضربتك ضمير منصوبه ومنه قوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا يعني أصل كي ذرني ومن خلقته وحيدا باش برام امجا. وقوله تعالى أهذا الذي بعث الله رسولا يعني بعثه الله رسولا التقدير خلقته وبعثه. وكذلك يجوز حذف الهاء من معطيكه فتقول الأن فتقول الذي أنا معطيك درهم أصل كي معطيك هو الهيك لا براو لا شي بري معناه كجوان ترى بل. ومنه قوله شاعر ما الله موليك فضل فاحمدنه يعني الذي الله موليك فضل هر فضلك خوا إدابته تو شكراني خوابك وحمدك فاحمدنه به فما لدى غيره نفع ولا ضرر لغير خواك نعتواني نفع ضرر يبقين تقدير الذي الله مولكه فضل فما الله يعني الذي الله مولكه فضل دوتاني ما كب معنى الذي مولكهش كراب مولك درستش فحذفت الهاء رونة تائريش باشا أمجادين السار موضوع شتلالي وكلام المصنف يقتضي أنه كثير وليس كذلك كلام مقتضي وادريخا بل كلام مصنف وادريخا وكلام المصنف يقتضي أنه كثير وليس كذلك بل الكثير حذفه من الفعل المذكور وأما مع الوصف فالحذف منه قليل أولي أوتي شي أوتي مصنف عندهم كثير منجلي دي أم واقع يعني كحسب كثير لقال فعل شاو لقال وصف شاس واقع يعني تيجيش تبرام بلام أم أليواني أم أليواني راسا لقال فعل زورة بلام لقال وصفة كم لقال وصفة كم ردك أي أوي
فإن كان الضمير منفصلا قال ضميرك منفصل بو لم يجوز الحذف وحذف تاء الوزنية نحو جاء الذي إياه ضربته جاء الذي إياه أو بياويك تولي الدعوهات باش أبرام ها نا الذي مخصي إياه هو إياه حذفناك أو ضميري منفصلة ولا نعتم إبلي جاء الذي ضربته فلا يجوز حذف إياه وكذلك يمتنع الحذف إن كان متصلا منصوبا بغير فعل أو وصف نجر منصوب بلام منصوب نبوب فعليان بوصف كواب منصوب بحرف نحو جاء الذي إنه منطلق ناتواني بلي جاء الذي إن منطلق أو هيك حذفناك باش برام وكذا يمتنع الحذف إذا كان منصوبا متصلا بفعل ناقص فعلك ناقص نحو جاء الذي كانه زيد كانه زيد ناتواني بلي كان زيد يعني أويك أويك زيد بهات جاء الذي هات أوي كانه زيدا أو زيد كانه يعني أو زيد بهات نعتبر ملي كان زيد كذاك حذف ما بوصف خفض كأنت قاض بعد أمر من قضى إشارة بآيتك فاقضي ما أنت قاضيه إنما تقضي هذه الحياة الدنيا ساحر كان بفرعون يعني أوتي فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا بل كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر فأليه لكاتك مصنف ليبو يوالق سكردن لسر ضميري مرفوع منصوب دسي كذ بق سكردن لسر ضميري مجرور أويش يا مجرور بإضافة يا مجرور بحرف باش أبرام أجر أو ضميران مجرور بو بإضافة لم يحذف حذف ناكره إلا إذا كان مجرورا بإضافة اسم الفاعل بمعنى الحالع الاستقبال أجر مجرور وحذف ناكره ما أجر مجرور به بإضافة اسم فاعل بولاي بل بشرت اسم فاعلك إيش معناه حالع الاستقبال تابي إنك معناه ماضي تابي نحو جاء الذي أنا ضاربه الآن معناه حالي تابي جاء الذي أنا ضاربه غدا بيعي هاو ليدم من بس بعاني ليدم باش أبرام فتقول جاء الذي أنا ضارب بحذف الهاء دروس لأنا ضاربه هيك دروس لابلي وإن كان مجرورا بغير ذلك أجر مجرور بلام بمعنى مجرور نبو لم يحذف حذف ناكري نحو جاء الذي أنا غلامه لرا مجرور بتي بإضافة مجرور بإضافة اسم جامد بولاي غلام اسم جامدة اسم جنس أو جامدة مشتقنية ده هي كم مجروري شبا غلام شون كي مضاف إليه مجرورة ده حذف ناكري شون كي أو مجروريتا باسم فاعلينية كبا معنى حاله استقبال به حذف ناكري أو جاء الذي أنا مضروبه بيائي هاتوا من مضروبي أو مزور اللي داو ما شبرام مضروبه هو اسم مفعول اسم فاعلني أنا مضروب يعني لا مو بيشوش لي داوم حتى معنى حاله استقبال شيء تاني معنى حاله استقبال شيء تابي هر دروزني حس في كي ما شبرام شنك ما اسم مفعول أو اسم فاعل بإضافة اسم فاعل أو أنا ضاربه أمس اسم فاعل أما مرام أما جيبه أمس بدوني ماضي وأشار بقوله كأنت قاض إلى قوله تعالى فاقض ما أنت قاض التقرير ما أنت قاضيه يعني أوي بتكربيك أويت قاضيت بتكربيك فحذفت الهاء قاضيه وكأن المصنف استغنى بالمثال عن أن يقيد الوصف بكونه اسم فاعل بمعنى الحال والاستقبال المصنف أمين نوب لأبي وصف به بمعنى حال بها استقبال بل عم مصنفي إيما عادتي وايزور جار نمونيه نيتوا نمونك خوش شرطكاني تياه
يتل بياي جيرة كزاني ما بس يبون نمونا هم نمونا كيا هم شرط كاني شتي كهال سكيا نيا وفانت فاقضي ما أنت قاضين واحد كاما قاضيه بلى بلى هو خير ما الاعرابي غازين وقاضينا بلى التقدير مع انت قاضيه فحذفت لا وكان المصنف بلى وان كان مجرورا بحرف فلا يحذف اجل مجرور يتكي بحرف جربو او حذفناك له ضميرك حذفناك له الا ان دخل على الموصول حرف مثله مجر موصولك ايش همان حرف جر شو بيتسري او حرف جري كشو تسر او ضمير شو بيتسر حرف موصولك ايش لفظا ومعنى يعني بل لفظي وبمعنى وكو يك او حرف جر لفظا هر او حرف جر بيتشو تسر هر دكان ومعنى ايش يعني هل يك بين لك ايش كان معنى السبب يد به يعني معنى ابتداء غايه به نابي وابي شون مثلا عليه واتفق العامل فيهما مادة نبي عامل يهدو شيشان يك عامل به نحو مررت بالذي مررت به مررت بالذي بحرف جر شو تسر الذي دي سانة شو تسر ضميرك ايش كأمانة وحسفكين مررت به او كوابو مجاه يك حرف جر لهدو كان بو إلصاق إلصاق مجاشي مررت بالذي مررت به لفظا هل يك حرفة معنى ليش لك حرف أو تبين لفظا معنى متحد به أو أنت مار به يا لبري مررت به بلي مررت بالذي أنت مار به اسم فاعلة اسم فاعلة كيش بمعنى حال يا استقبال كوابو أتواني أو ضمير حذفك باشا برام فيجوز حذف الهاي فتقول مررت بالذي مررته به كلابر قال تعالى ويشرب مما تشربون أي تشربون منه كلابر وتقول مررت بالذي أنت مار أي به أنت مار أي به باش أبرام أما بلي أما عايد بو ويشرب مما تشربون أي ترى قولة مررت بالذي أنت مار به باشا برام أو قولة أمان شعرة وقد كنت تخفي حبة سمراء حقبة فبح لان منها يعني فبح الآن منها فبح لان يعني الآن فبح لان تخفيفي كدولة بركة الشعر فبح لان منها بالذي أنت بائح أي أنت بائح به سمرانا يعفرتك علي أي زيد تول موبيش حبي السمراء أشار دو نتتاني خلق بي نت أي الله خلق بيد بزاني كتو السمراء وخوش بي حقبة يعني حقبة من الزمن كان صالح باشا برام فبوح دريخة لان يعني فبوح الآن آوى إليتو إسا دريخة تازة وقت إشار نوى نما منها لسمراء شو هي لقال سمراء دريخة بالذي أنت بائح دريخة بشتيك الروش للروزان هرب دريخة يعني بائح به باشا برام به كمحذوف نبيه به بحبتو حب بائح بي يعني بو حبه باش برام فإن اختلف الحرفان أجل أو حرفي شو تسر موصولك وشو تسر ضميرك دو حرفي جاجاب لم يجوز الحذف حذفك دروزني نحو مررت بالذي غضبت عليه بالذي بي شو تسري بيكبو الساقة غضبت عليه لرا ضميرك على شو تسري دي فرق يعني هي دو حرف جاجات لي حذف ناكر فلا يجوز حذف عليه وكذلك مررت بالذي مررت به مررت بالذي أميان مررت به على زيد يا كم يعني بو إلصاقه
مررت به هل بيه هل دكان رأسه ملام يكمن بو إلصاقه بس دوهم يعني بو سببيته مررت به على زيد يعني تو بسببي أو تو تبري بسر زيد دوهم يعني بو سببيته إيه. فلا يجوز حذف به منه لاختلاف معنى الحرفين لأن الباء الداخل على الموصول للإلصاق والداخل على الضمير للسببية باشا برام وإن اختلف العاملان لم يجوز الحذف أيضا أردو عاملك جاء جاب حذف درزنيه نحو مررت بالذي فرحت به ليدو عامل لما نجاوز بل فلا يجوز الحذف به وهذا كله هو المشار إليه بقوله كذا الذي جر بما الموصول جر هرواية ضمير حذف كري بشرت الذي جر أو ضمير أبي مجر بوبي بما يعني بالذي بشتك الموصول جر كموصول كيش مجر الكردوة همان حرف ضمير كيش مجر الكردوة بهمان حرف بهمان معنى نحو مررت إيه؟ بالذي مررت مررت بالذي مررت يعني مررت به فهو بر أي مررت به لنبي هيك دروس العبرين فاستغنى بالمثال عن ذكر بقية الشروط التي سبق ذكرها بمثالك إتر دولة من بلوي فيوستناك شرطك أنت بيان بك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.